معالي الدكتور أحمد بن محمد دفطيسي وزير النقل والاتصالات يدشن اليوم الهوية التجارية للشركة العمانية للقطارات قطارات عمانة، مؤكدا على أهمية هذا المشروع للسلطنة في تنويع مصادر الدخل. التمرين العماني الهندي المشترك النجاح واحد المقام في منطقة التمارين التابعة للجيش السلطاني العماني بالجبل الأخضر يختتم اليوم أنشطته الهادفة لتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين. عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني يصرح بأن المساعدات والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للأردن لتحمل كلفة استضافة اللاجئين السوريين لا تتجاوز 19% في حين تتحمل الأردن نحو 81%. الحكومة اليابانية تواجه ضغوطاً كبرى اليوم قبل انقضاء المهلة التي حددها لها تنظيم داعش، مهدداً بإعدام رهينتين يابانيتين يحتجزهما في حال عدم دفع فدية قدرها 200 مليون دولار. المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم يلتقي يوم غد المنتخب الكويتي في نصف نهائي بطولة هواوي السادسة للمنتخبات الخليجية الأولمبية لكرة القدم، وذلك على استاد البحرين الوطني.